بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اتكلمنا في last lesson اللي هو dividing by decimal في البوكلت page 21. احنا شرحنا الجزء دوت، اتكلمنا عليه in our classroom. If we want to multiply two decimal number, the first number احنا قلنا ان النيم بتاعه divided divided. النكست نمبر قلنا الديفايسور، ما عنديش اي مشكله يكون الفيرست نمبر في عندي بوينت او ديسيمال بوينت، لكن السكند نمبر ديفايسور لا، ما ينفعش. وي ماست كانسل ذا ديسيمال بوينت فروم ذا سكند نمبر اللي هو الديفايسور. طيب احنا طبعا عرفنا ميثودز اف وي وونت تو كانسل الديسيمال بوينت تايمز كام according to the number of decimal place. لو 1 digit times 10، طب لو 2 digit times 100، لو ظهر معايا 3 digit times 1000، يبقى times 10. وبرضو زي ما احنا اتفقنا لو في عندي multiply في second number في ال division، لازم برضو اعمل multiply في ال first number في ال division. 10 move the point 1 digit. Move the point one digit. The point before the 8 يعني أصبح عندي مفيش point. Divided second number برضو. The point before the 2 بس برضو عندي point. طبعا عارفين table 2 the number multiply 2 equal 8 4. The 8 divided 2 equal the 4. طيب لاحظ هنا معايا 0.06 2 decimal place times كام؟ 100 ال first number برضو times 100 ال point move 2 digit. طب انا هبدا احرك ال point 1 digit to right. طب يبقى كده خلصنا بعض من ايه؟ من 10 remainder 10، يبقى اصبح ال result عندي اعتبر ان في هنا ايه؟ 0 after the 2 يبقى 4 to 0 420 divided second number. طبعا هو المهم عندي ان انا اكنسل بوينت، هتبقى before the 6 يعني اصبح ما عنديش ايه بوينت. 420 divided the 6. طبعا لو حابين نعملها long division كده بسيطه stairs ال 4 ال 2 ال 0 divided the second number اللي هو ال 6. ال 4 divided ال 6 طبعا ال 4 less than ال 6 got 0. ال 4 become 24 في table طبعا 42 في table ال 6 multiply ال 7 هي equal معايا 42. هنعمل subtract 0 0. طبعا ال 0 divided ال number equal ايه؟ 0 اللي هو دروب ال 0 دوت. 0 divided 6 equal 0 يبقى result become 70. احنا طبعا بنسمي ال division ديت اللي هي المنتهية. طب لو كان ال lesson بقى الجديد بتاعنا ان شاء الله اللي هو last lesson in our unit 1 ال infinity division اللي هي القسمة الغير منتهية، هنشوف مع بعض كده في الديفيجن ديت ان عندي في 2 نمبر ال in the first example complete 7 over ال 3. وبعد ما هنبدأ نعمل ال divided بتاعتنا ال result هنعملها approximate to the nearest ايه 10th اللي هي 1 over 10 او 1 decimal place. نفس الكلام برضه في letter B وال C ال result تطلع معانا هنعملها approximate. طيب عشان نحل الاكزامبل دوت احنا هنبدا مثلا نعمل الدرافت بتاعنا كده ونشوف ازاي نوصل للايه للريزلت النهائيه بتاعتنا. طبعا واضح عندي ان 7 اوفر 3 يعني معنى كده ان الفيرست نمبر ديفايدد السكند نمبر اللي هو 3 هيكون معايا. هنبدا نعمل ستيرز. طبعا عندي الفيرست نمبر اللي هو الايه ال 7 السكند نمبر اللي هو ال 3
هكتب هنا 7 under stairs second number 3 on stairs. طبعا which is the number multiply 3 equal 7 in our table 3. لو قلنا مثلا times 3 equal 9, 9 more than 7 لا, يبقى ناخد less than اقل شوية من 3 times 2, 2 by 3 equal 6 remainder 1. طبعا بلاحظ كده ان ال 1 less than 3, لو لاحظنا ان ال 1 less than 3 المفترض ان احنا كنا لو في هنا digits كنا بنكتب هنا 0 ودروب the digit, هنا مفيش حاجة بعد 7. طيب الديفيجن دي يا شباب عشان نقدر نحلها using the decimal point, the decimal point هنبدأ نحط البوينت هنا after ال 1, put the point after 1 بعد ال 1, ونقدر طالما عندي ظهر عندي point under stairs لازم تتكتب فوق above stairs point up. طيب طبعا each number decimal put zeros like مثلا ال 2.3 put more 0 0 0 0 0. هل ال 0 ديت هتغير في الفاليو بتاع ال 2.3؟ لا, لان ال 0 after ال decimal point مبقاش ليها اي اهمية. طيب هنبدأ عشان خاطر ال number ده increase نبدأ نزوده شوية, هنستخدم ايه اول زيرو عندي هنا بكم كام 10. النيرست نمبر ملتبلاي 3 ايكوال 10, ما عنديش غير الايه 3 باي 3 ايكوال 9, ريميندر معايا كام 1. لما نيجي نعمل سبتراكت 10 ماينس 9 ايكوال 1, هعتبر برضو ان في هنا ايه 0, دروب 0 برضو بكم ايه 10 3 باي 3 ايكوال 9. هنعمل subtract 10 minus 9 remainder برضو ايه 1, انا اعتبر ان كان في برضو 0 هنا بعد decimal point 10. هنبدأ برضو نكتب ايه 3 by 3 equal 9. هنعمل subtract 10 minus 9 equal 1 and so on, وهكذا هنقعد بقى نزود بقى zeros كتيرة. الاحظ برضو نفس الشيء ان بعمل multiply 3 by 3 equal 9, وفي برضو عندي remainder هنا 1, هنفضل نزود 0, يبقى دي ايه نسميها infinity division القسمة الغير منتهية. طيب فاحنا نكتب مثلا الفاليو اللي ظهر قدامنا اللي هو ال 2.3333. طيب بس هو طالب مني ان to the nearest 10, هنكتب الاول خالص الريزلت بتاعتنا هنا كده 2.3333. If we want to approximate the number to the nearest tenth, the tenth طبعا اللي هو the next digit after the point, أول digit بعد the point على طول. Draw circle and ray. هنعمل circle على the tenth and ray the next digit. هل ال 3 مثلا give 3 وهنا 1؟ لا, لان 3 طبعا ايه من البور نمبر في الابروكسيميشن, فبالتالي مش هيحصل اي تشينج لل 3 اللي بعد البوينت, لان طبعا احنا اتفقنا في الابروكسيميت في عندي 2 جروب, في عندي ال 5 ال 6 ال 7 ال 8 ال 9 كل دي give 1. طب البور نمبر اللي هي مثلا ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 ال 4 طبعا دي ايه ما بتزودش اي حاجه في الابروكسيميت, يبقى النيكست نمبر بعد التنس اللي هو 3 هنا عندي من البور فنوت جيف, يبقى 3 هنا نوت تشينج, يبقى الريزلت بكام 2.3. طيب هنبدا ناخد برضو الاكزامبل بي, هنقول ايكوال الفيرست نمبر طبعا اللي هو مين ال 5 divided الـ A second number اللي هو الـ A الـ 9 equal space. هنستخدم برضو نفس الميثودز اللي فاتت, هنعمل draw stairs الـ first number under stairs اللي هي كام الـ 5, second number on stairs اللي هي الـ 9. واحد كده عندي ان الـ divisor sorry divided
less than divisor، يعني ال 5 اقل من الايه من 9. طيب ما انا عملت برضو ايه بوت 0، مفيش حاجه بعد ال 5، بحيث يبقى في increasing لل 5 become مثلا number other number يعني اكبر من ال 9. طيب قال لك برضو ايه using the decimal point، هنبدأ نحط بوينت جنب ال 5. احنا قلنا البوينت هي هتبقى برضو ايه لو هي موجودة عندي تحت في الستيرز لازم تكون برضو موجودة في الكوشنت اللي هي الريزلت بتاعتي فوق. هنعمل برضو ايه البوينت اب، هنبدأ برضو ايه تو انكريزنج ال 5 بوت 0. احنا قلنا ال 0 ده بيغيرش في الفاليو بتاع ال 5 عشان ده ال 0 ده في الديسيمال ايه بليس، بس بدأ يكون النمبر عندي الريدنج بتاعته ايه 50، 50 اكبر من ايه ال 9. النيرست نمبر تايمز ال 9 ايكوال 50، اقرب حاجة عندي هتكون طبعا الايه في تيبل 5 by 9 become ايه 45. هنعمل subtract. طب حد يقول لي طبعا عنا 6، طب انت عارف ان 6 by 9 ايكوال ايه 54، فال 54 اكبر من ال 50 فمينفعش معايا ال 6 لكن الافضل الايه ال 5 by 9 او الصح هو ال 5 ايكوال قلنا 45. طبعا هنعمل سبتراكت ال 50 ماينس ال 45 ريميندر ايه ال 5. طب هعتبر برضو ان في عندي هنا ايه اذر 0 برضو في الديسيمال بليس بكام 50، ال 50 برضو ديفايدد 9 هنختار ال 5 by 9 ايكوال 45، هعمل سبتراكت برضو ريميندر 5 هنزود برضو 0 جنب ال 5 بكام 50 برضو هنكتب 5 by 9 45، نعمل subtract remainder كام برضو 5 50 minus 45 equal 5. هنبدأ برضو ايه بوت 0 to increasing number بوت 5 5 by 9 equal برضو ايه 45 remainder 5. يبقى مهما برضو نكمل هتدينا برضو 0.5555 بحيث ان انا برضو ايه بسميها ان infinity ايه division. هنبدأ نكتب الريزلت الأول خالص اللي هي جات لنا في الريزلت هنا اللي هي 0.5555 وعايز approximate to decimal place after the point second place اهو اللي هي ال 5 circle and ray ال 5 look at 5. طبعا احنا قلنا ان ال 5 من الجيف في approximate يبقى عندي هتدي ال 5 هنا 1 give 1 يبقى 1 بلس 5 ايكوال ايه عفوا ال 5 هنا هتبقى 6 ال 5 دي نوت تشينج بوينت ايه 0 يبقى 0.56. عايزكم برضو تجربوا ان شاء الله الاكزامبلز موجوده عندنا في الشيت دوت ونشوفكم ان شاء الله على خير in our classroom. thank you and goodbye.